الآن حتى احنا نتعامل طبعا مع المستخدم، فاحنا نحتاج انه ناخذ من عنده معلومات معينة، فمثلا يقوم بكتابة اليوزر نيم في الباسورد، يقوم بإرفاق صورة معينة، ملف معين، اي بمعنى يعمل لك ما يسمى بالفورم فور، وتعمل في انبوت مجموعة من الانبوت. طيب هنالك تو ميثود لاستقبال البيانات باستخدام لغة بي اتش بي اللي هي جيت اند بوست. جيت اند بوست الميثود متشابهات الى حد ما، ولكن الاختلاف بينهما فمثلا في جانب السكيورتي، في جانب الحماية، راح نتعرف على الاختلافات بينها بعد ما نتعرف على آلية عمل جيت اند بوست. طيب الفكرة العامة انه انا اريد الان انبوت يقوم المستخدم بادخال اسمه الاول واسمه الثاني وارسله، يعني ارسله من صفحة الى صفحة واقوم بطباعته بصورة مباشرة. الصفحة الرئيسية ايش عندي؟ هي الاندكس. فانا راح ارجع هنا اعمل فايل جديد، راح اقول له عندي انفو اسمه دوت اتش تي ام ال، اوكي اقول له انتر. هنا داخله ابدي مثلا ارجع على الاندكس بشكل مباشر، طبعا خلينا نلغي هذا، اقول له كترال اي كترال سي، ارجع على الانفو اقول له كترال في، ثم داخله هنا اقول له عندي ايش؟ عندي فورم. اوكي هذا الفورم ياخذ لك ايش؟ ياخذ لك الميثود مالته. مثل ما قلنا احنا عندنا تو ميثود، جيت اند بوست. لاحظ جيت اند بوست راح نستخدم الان بوست اللي هي الاكثر استخداما من قبل المبرمجين بي اتش بي. طيب بعد ذلك راح اقول لك اكشن. الاكشن ايش؟ الاكشن الفعل اللي راح تقوم به هذا الفورم لما مثلا نضغط على الزر المعني، فراح اقول له اوكي الزر هذا ايش راح يودينا؟ راح يدينا الى index.php index.php، والindex.php من خلالها راح نستقبل هذه الامور. الان داخل هذا الفورم ايش راح اقوم بوضع؟ راح اقوم بوضع مجموعه من الانبوت. فعلى سبيل المثال راح اقول هنا عندك first name، ثم بعد ذلك راح اقول له عندي input. التايب الخاص فيه هو عباره عن التكست، اوكي. ثم حتى تعامل ويا برمجيا فلازم انه اعطيه النيم، النيم مالته هو اف نيم فيرست نيم، وبعد ذلك اغلق بهذا الشكل واعطي ايش؟ اعطي بي ار حتى انزل سطر جديد. الان اخذ هذا كوبي انزله بيست، ثم بعد ذلك فقط اغير هنا راح يكون عندك لاست نيم، ثم هنا راح يكون بدل الاف نيم راح يكون عباره عن لاست نيم. اوكي في الاسفل راح اضيف زر، يعني انا باعتبار انه لما اقوم بارسال هذا الطلب ارسله عن طريق زر يضغط عليه المستخدم. اذا راح اقول له ايش عندي؟ عندي ايضا انبوت، لكن التايب الخاص فيه هو عبارة عن سبمت. بكل بساطة سبمت يعمل سبمت بالنسبة إلى الداتا، بالنسبة إلى الاستعلام. الآن أقول لك كترال اس، بعد ذلك أرجع على الاندكس الرئيسية. لاحظ راح نستخدم إيش؟ راح نستخدم الأسماء هذه، راح نستخدم هذه الأسماء، اسم الفيرست نيم واللاست نيم. أرجع هنا على الاندكس أقول له إيش عندي؟ عندي بي اتش بي، وراح أقول له بهذا الشكل، ثم راح أقول له عندنا إيش؟ عندنا نقول له بصورة مباشرة ايكو، واقول له ايش عندي؟ عندي بوست. اوكي لان بالاصل انا قلت له بوست الميثود، فراح استقبله عن طريق البوست. هذه البوست راح تستقبل لك من خلال، يعني عبارة هي بالاساس جوت اون بيست، هي عبارة عن مصفوفات تاخذ لك كي ان فاليو. فراح اقول له ايش عندي؟ عندي الاف نيم، فقط اعطيه الاسم بهذا الشكل، ثم يمكن انه اقل له دوت حتى انزل سطر جديد بي ار، واخذ هذا كوبي انزله بيست، وراح اقل له بدل اف نيم ايش عندي؟ عندي لاست نيم بهذا الشكل. طبعا هذا راح يكون عندك بهذه الصورة. اوكي طيب الان لما تتم عملية الحفظ فايش اللي راح يجري؟ هو بالبدايه احنا راح نفتح صفحه الانفو، نعطيه فيرست نيم لاست نيم، نضغط على الزر، هذا الزر راح يعمل بوست ميثود للاكشن لهذه الصفحه. فهذه الصفحه راح تستقبل لك عن طريق الفانكشن او الميثود بوست اللي هي ميثود للاستقبال، عن طريق ايش؟ عن طريق اسم الاليمنت، اوكي اللي هو اف نيم ان لاست نيم. طيب الآن راح نذهب بشكل مباشر على السيرفر هنا ونبدي نكتب ايش عندنا. هو صفحة الانفو دوت اتش تي ام ال، انفو
index.html. اذا راح يطلب من عنده first name راح اقول له هنا عندنا صفاء وعندنا هنا جاسم، ثم بعد ذلك اضغط على ارسل الاستعلام بشكل مباشر راح يبدي يطبع عليه. يعني ايش اللي يفعله هو بالاساس؟ اخذ لك ذني الفاليو اللي انت اعطيته، عمل لك اكشن على الاندكس.php، وبعد ذلك من خلال البوست استقبلت هنا، استقبلت داخل الاندكس.